فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا تعارض فعل الشرط مع الركن كالعاري، إذا تعارض فعل الشرط مع الركن كالعاري إذا أراد أن يصلي، فإذا صلى جالسا ترك الركن، وإن صلى قائما ترك الشرط، أيهما أولى بالنسبة له؟ لا يصلي جالس، لأن هذا أستر لعورته، من كونه يقف ويركع ويسجد تنكشف عورته أكثر، وإذا جلس فإن هذا أطمن له هو وأستر لعورته. نعم.